إذن على بعد ساعات من مباراة المغرب وزامبيا، التشكيلة المتوقعة بنسبة 99% لأنني كان فاهم في هادشي. المهم، التشكيلة المتوقعة: بونو في حراسة المرمى، نايف وسايس غيكونوا في الدفاع، عطية الله الجهة اليسرى، وحكيمي في الظهير الأيمن. في الارتكاز مكان مرابط اللي ما غيلعبش هذا الماتش العسوزي، وبجانبه اوناحي. قدامهم غيكون ابراهيم دياز، زياش، وبن صغير، وفي راس الحربه غيكون الكعبي، وغيكون دور مهم جدا للرحيمي في الشوط الثاني. اذا هذه هي التشكيله المتوقعه، واللي بنسبه كبيره غتكون في هذه المباراة. إذن هذا الشيء اللي عندي في هذا الفيديو. طلعوا براسكم. تشاو تشاو.